هني هذا الكتاب هو اللي بلش فيه علم الحديث أن يبدأ برحلته بالمختصرات. هذا كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، أحسن الكتب التي صنفت في علم الحديث وعلم المصطلح هذا الكتاب. يقول العراقي أحد علماء هذا الفن اصطلاح الحديث، يقول أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، طبع قديما. هذا الكتاب بدأت المختصرات والشروح تنتشر. ابن الصلاح كان يدرس علم الحديث في المدرسة الحديثية في الشام، اختصر من كتب المتقدمين ممن هذب وروى بالأسانيد كرامة هرمزي، في المحدث الفاصل كالكفاية للخطيب البغدادي، كالإكليل للحاكم، معرفة علوم الحديث للحاكم. هذه الكتب كلها لخص منها الشيخ رحمة الله عليه وقدمها في حلة مفصلة جميلة، نوع هذه العلوم فنون علم الحديث المصطلح إلى أكثر من نوع، ثم أتى من بعده فشرحوا وتوسعوا واختصروا وهذبوا. هذا الكتاب هو أصل هذه المسائل.